نستضيف إذن الآن الرئيس التنفيذي لبادجت للحديث عن هذه النتائج، معي مباشرة من جدة فواز دانش رئيس المجموعة التنفيذية في بادجت السعودية. سيد فواز أهلا وسهلا بك، عم نتحدث عن نمو جيد في أعمال الشركة في الفصل الأول، دعنا بصورة أوضح حول أسباب هذا النمو، من أين أتى، من أي أقسام، هل أقسام طويلة الأجل أم قصيرة الأجل نمت بشكل أكبر، هل أقسام الشركات بالمقارنة مع الأفراد؟ أهلا وسهلا ست لارا، وأتشرف بوجودي معكم. النتائج إيجابية تعكس قوة اقتصادنا في المملكة. من أهم الأسباب الحقيقة اللي نرجعها إحنا هي زيادة التأجير قصير الأجل المتعلق بشكل كبير لزيادة الحركة في مطارات المملكة العربية السعودية، زيادة أعداد السياح من خارج المملكة أو من داخل المملكة بين مدن المملكة. فنتيجة زيادة التشغيل على أعداد السيارات اللي تعمل في القطاع التأجير قصير الأجل، مع زيادة اليوتيلايزيشن أو الاستخدام لهذه السيارات، هي الأثر الأكبر في تحسن نتائجنا في هذا الربع. ولا شك أيضا التأجير طويل الأجل ما زال ينمو بشكل مستمر ونحقق فيه أرقام جيدة جدا. فالمجالين هي مجالين ممتازة لنا وبنحقق فيها نمو الحمد لله. كنسبة من الإيرادات كم بتشكل الأجارات طويلة الأجل بالمقارنة مع قصيرة الأجل؟ تقريبا نقدر نعتبرها 60% و40% إذا بتتكلمي عن النسب من الإيجار. طيب، وانتم وبعرف في قسم اخر من ايراداتكم جاي من بيع السيارات، يعني كمجمل الايرادات كم بياتي من بيع السيارات بالمقارنه مع اجار السيارات، وايضا كيف كان اداء هذا القسم؟ ما زال بيع السيارات من اهم حقيقه انشطتنا اللي نعمل من خلالها في تحقيق ارباحنا. أقدر أتكلم عن 25-30% من أرباح الشركة تمثلها بيع السيارات، و70% تمثلها طبعاً إيراداتنا من التشغيل قصير الأجل وطويل الأجل. سوق بيع السيارات المستعملة ما في شك أنه سوق ممتاز جداً في المملكة العربية السعودية، ويمكن الكل لاحظ صدور القرار الجديد في مسألة المتعلقة ب VAT أو الضريبة المضافة على السيارات المستعملة، وهذه إن شاء الله يعني وقت ما تطبق حيكون لها أثر إيجابي في زيادة الطلب على السيارات المستعملة في السوق السعودي، مع أثر إيجابي أيضا أنه بتنخفض القيمة النهائية للمستهلك اللي بيشتري السيارة المستعملة في السوق السعودي. والأثر النهائي عليكم إذا عم نحكي عن زيادة بالطلب بنفس الوقت في تراجع بأسعار السيارات متوقع، الأثر النهائي عليكم إيجابي؟ أكيد هو إيجابي، ولكن خليني أصحح النقطة هذه ست لارا. لا يكون هناك نقص في قيمة السيارات، هو النقص حيجي نتيجة إنه قيمة الضريبة المضافة هتكون على فارق الربح بين شراء السيارة وبيعها للمستهلك النهائي، وهنا المستهلك النهائي حيدفع ضريبة أقل، ولكن قيمة السيارات حتستمر زي ما هي وقد تتحسن بشكل بسيط نتيجة الفرق في الفات اللي حيتطبق على السيارة. طيب، ماذا عن حجم الأسطول لديكم حاليا، وما هي سياسة التوسع بهذا الأسطول؟ حجم الأسطول اللي احنا أعلنا عنه في نهاية عام 22 تجاوزنا 32 ألف سيارة. اليوم أكيد احنا أكثر من 32 ألف سيارة، ولكن لسه لم نحصرها عشان نعلن الأرقام. توجهنا بالتأكيد السنة هذه إن شاء الله إنه يكون عندنا زيادة في حجم الأسطول، مع مراعاة إنه نحافظ على نسبة تشغيل عالية في التأجير قصير الأجل، مع استمرار نمونا في التأجير طويل الأجل. الأنشطة هذه كلها إحنا نعمل إنه أورجانيكلي نضيف للشركة، والنمو يكون
نمو في جميع الثلاثة الاتجاهات، الشورت تيرم رينتل واللونج تيرم رينتل، وأيضا بيع السيارات بالأعداد والكميات اللي تكون مجهزة للبيع في هذه السنة. الحمد لله إن شاء الله بداية سنة موفقة، ونتوقع استمرارها بإذن الله مع تحسن الاقتصاد في المملكة. طب نسب إشغال السيارات بالربع الأول كم كانت وما المستهدف؟ أنت عم تقلي كنسب إشغال مستهدفة مرتفعة، يعني كم من نسبة هنا عم نتحدث عنها؟ ست لارا، إحنا بنتكلم على الشورت تيرم رينتل، نسبة الإشغال إذا فاقت 65% فهي نسبة إشغال جيدة. نحن في غالباً نكون أكثر من 65% من نسبة الإشغال. فيما يخص الإيجار طويل الأمد، نسبة الإشغال فيه مضمونة، وهي غالبا ما تكون أكثر من 90%. هذه المعيارين هي الأهم في مسألة نمو الشركة مع نمو الدخل فيها، وبالتالي نزيد عدد السيارات بنسبة إشغال جيد. وهذه هي الأرقام المحققة بالربع الأول؟ هذه بفضل الله. نعم نعم نعم. سيد فواز، بس سؤال أخير، حكينا عن الأورجانيك جروث، ماذا عن النمو من خلال الاستحواذات؟ كان عندكم خطة لشراء 70% من شركة متخصصة في الأعمال اللوجستية، أين أصبحت هذه الصفقة؟ هل أصبحت في المراحل النهائية؟ وهل من خطط لشراء شركات إضافية؟ بالنسبة للشركة اللي أعلننا عنها، هي شركة لها أعمال في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت. إحنا فعلياً أعلننا عن إنهاء اتفاقية الشراء في المملكة لأعمال الشركة في المملكة العربية السعودية، وشراءنا ل70%. إذا تشوفي ست لارا، المملكة مهتمة جداً بالأعمال اللوجستية، ونحن نرى أن الأعمال اللوجستية مكملة لأعمال النقل أو المواصلات اللي إحنا فيه، خاصة أنه إحنا عندنا شركة متخصصة في إيجار السيارات الشاحنات والسيارات التجارية اللي هي شركة رحال. فبالتالي نرى أنه في سينيرجي كبير بين هذه الأعمال، ونطمح أنه ندخل في سوق اللوجيستيك اللي المملكة بتركز عليه بشكل قوي، ومركزنا في المملكة بين الشرق والغرب يمثل فرصة كبيرة جدا لنمو هذه الأعمال. فنعم، ننوي الدخول فيها في المرحلة النهائية من الاستحواذ بالكامل على 70% من حصتنا، وإن شاء الله تشوفوا الأثر المالي لها في عام 2023 بإذن الله عز وجل. شكرا لك فواز دانش، رئيس المجموعة التنفيذي في بادجت السعودية، شكرا جزيلا.